عايز اناقش حضراتكم في وجود الكابتن محمود الخطيب، مش كرئيس نادي كمان، كرمز كبير وكأسطورة من اساطير كرة القدم، اعتقد برضو كان ليها دور في الهدوء، ولها دور كمان على المستوى المعنوي للعيبة. هو دور كمان، عارف ايه، هو بطبيعة الكابتن محمود الخطيب اللي احنا عارفينها معاه كلاعب وكإداري وكمسؤول يعني في النادي الأهلي، هو مش من النوع اللي بيعمل دوشة. انا بتكلم يعني بمنتهى الصراحة انه هو بطبيعته الهادية دي، تواجده يعني ان هو ياخد قرار ان هو يبقى موجود في المباراة دي كرئيس بعثة رغم صعوبة المهمة، رغم انه عارف ان الدنيا صعبة جدا، ووجوده مع اللعيبة ممكن يبقى هو أقدر برضو على فهم تصرفات اللعيبة وإيه اللي ممكن يأثر عليهم إيجابا من غير دوشة. كابتن محمود كلامه بيبقى يعني كلامه قليل بس ليه بس مربوط. في دايما بيتكلم على النادي الأهلي وروح النادي الأهلي وروح الفانيلا الحمراء، وزي ما حضرتك بتقول لما يبقى موجود في وسط اللعيبة دول حد أسطورة يعني من أسطورة بحجم كابتن محمود الخطيب 100% يا كابتن، ده دافع مهم جدا. مجرد كلمتين هيتقالوا بالزبط. ببساطة شديدة هيبقى أكتر من إن واحد يقعد يحمس في اللعيبة ويقول لهم اعملوا واعملوا، لا، هو مجرد هو متواجد، يا جماعة انتوا كذا كذا كذا، عندكم مهمة كذا. بعد المباراة، المباراة لم تنتهي أو المهمة لم تنتهي، قدامكم لسه مباراة أخرى مهمة في القاهرة بإذن الله. ده أنا شايف إن هو طبعا وجود فاعل جدا يعني.